أن الرشوة ما تكونش، أن الفساد ما يكون. اليوم احنا كنحضروا المحكمه الابتدائيه بابن سليمان من اجل المؤازره ديال الرفيق ديالنا الاستاذ بعبيد منتصر اللي تم الاعتقال ديالو رفقه الاخوان ديالو، وحنا كنعتبروا هذه محطه اللي هي صعبه في الحياه ديال بلادنا، لان بلادنا بغينا تقدم باتجاه بناء دوله حقوق القانون وصيانه حقوق المواطنات والمواطنين، ماشي التعسف والاقتحام ديال البيوت ديال الناس وتلفيق التهم. ولهذا فانا جيت الى جانب الهيئه المحامون مشكورين والنقباء اللي هما حاضرين وعارفين بان دوله الحق والقانون كتبنى على نظام العداله ككل وانه لا احد فوق القانون، والحضور ديالي كامينه عامه الحزب الاشتراكي الموحد من اجل مؤازره الاستاذ بعبيد والاخوين ديالو، وهذا اقل ما يمكن نقوم به، واللي كنتظروه هو انه يتم الافراج عنه لانه هاد التهم كلها ما قبطاش، وانه المغاربه خصهم يبقاو كيثقوا في نظام العداله ديالو. الاستاذ يوسف غريب محامي بهيئه الدار البيضاء، رئيس تنسيقيه الدفاع عن الاستاذ منتصر بعبيد المحامي الشريف المعتقل على مع شقيقيه على خلفيه هذا الملف. اليوم نلاحظ حضور الساده المحامون والحقوقيون بكثره لمؤازره الزميل، ونحن نحترم استقلالية القضاء ونحترم استقلالية القضاء ونحترم المؤسسات، ولكن نحن هنا في دور في إطار رسالة الدفاع المقدسة. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.